كوكو لي زامي، جيسبر كامل راكم بخير وصحتكم بيان. اليوم جبت لكم مقروط السيجار، يجي بزاف شباب، يجي بزاف بنين وهشيش، مقادير رائعة اقتصادية ومضبوطة، ومع طريقة يعني التنقاش خطوة بخطوة. اليوم لازم تتبعي الفيديو من الأول للأخير باش تخرجي بروفيسيونيل في المقروط، والنتيجة اللي راح تجربيها راح تكون اكثر من رائعة. ما تنساوش انكم ديروا لي جيم واشتراك في القناة، هكا باش تشجعوني اكثر اني اقدم لكم وصفات اخرى. دونك البنات، انا باش الفيديو تاعي ما يجيش طويل، سي ديجا درت لكم لا روسيت نتاع المقروض، انا ديما ما نبدلهاش لانه بدلتها وجربت بزاف وصفات، لكن هذيك الوصفة بزاف هايلة، سواء اقتصادية، مقادير مضبوطة، وأيضا تقطع كمية كبيرة، أحسن من المقروط يعني اللي متعودين انه نديروه. البنات هنايا بالنسبة لطريقة التشكيل، جبت عجينة صغيرة حشيتها الداخل، تقدروا تحشوها بالتمر يعني باللوز بالكاوكاو، وش متوفر عندكم. انا حشيتها بالخليط بين جوز ولوز، يعني الوصفة بالتفصيل خليتها لكم في صندوق الوصف، لانه سي ديجا درت لكم فيديو مفصل على المقروط، لكن اليوم جبت لكم شكل واحد اخر. جبت العجينة نتاعي، يعني تجيبوا عجينة غير صغيرة فقط، حشيتها لداخل بالحشو نتاعي اللي كنت كما سبق قلت لكم درت خليط بين الجوز واللوز، راح يجي بزاف بنين، يعني هذه طلبيه نتاع مقروط شاركتها معكم. ومن بعد نحاول اني نرقق هذاك الحربوش، لانه انايا مانيش نسحق انه يكون خشين، لكن يكون شويه رقيق، لانه راح نديرو الشكل نتاع لي سيغار كما راكم تلاحظوا. نحاول اني نسويه بالبليكوبات هكايا، يساعدوا بزاف في الخدمه، مام السعر تاعهم يعني في متناول الجميع ومتوفرين في المحلات، يعني ما تندموش اذا شريتوهم لانه بزاف بخاتيك. فوالا، هنايا نعاود نسوي الحربوشه نتاعي لانه حسيتو شويه خشين من هذيك الجهه، ونقسم على اثنين ونحاول اني نعطي لهم شكل رطب، ونحاول اني نحربشهم. فوالا البنات، هنايا راح نزيد نجيب كميه اخرى وراح نحشي بها العجينه نتاعي. ما تحاولوش انكم تجيبوا عجينه كبيره ومن بعد تحصلوا فيها، يعني ابداو بشويه بشويه، يعني عجينه صغيره ومن بعد تحشيوها، ويعني وكي ديروها ولا كي تحربشوها راح ترجع حربوش طويل. فوالا، مش تجيبوا عجينه تكون كميه كبيره ومن بعد تحصلوا كي تكونوا تحربشوا في الحربوش تاعكم. فوالا، هنايا نحاول اني نخرج كامل هذيك الكميه تاع الهواء، نضغط عليه جيدا، نحاول اني نخرج الكميه نتاع الهواء، ونسوي هكا بالكوبات في الاطراف، ونحي الزوائد منا ومنا، ومن بعد نحاول يعني نقيس بالحبة تاع المقروط هكا باش يجوني كامل بنفس الشكل، نحاول اني نسويهم جيدا ونحطهم يعني البنات كامل امامي، يعني نحربشهم كامل، نقطعهم، نسويهم جيدا، نعطي لهم سطح املس، نحطهم كامل فوق يعني فوق سنيوه ولا فلو بلون دو ترافاي تاعكم، وتغطيهم بان بابي فيلم ولا ان ساشي اليمونتير هكا باش ما يقيسهمش الهواء وما يشيحوش. الان هنايا البنات سمحوا لي، ما كانش يعني انا كنت دايره انه راني نصور وراكم تشوفوا في المراحل، لكن ما كانش يبان، لكن الان راح نوريكم كيفاش يعني نقشتو. النقاش البنات لازم يكون هذاك النقاش يكون رقيق، ما تخيروش نقاش يكون خشين هكايا باش النقش تاعكم يجي متحف.
فوالا هاي ليكم الحبة البنات، نديرها فوق ان كوبات راكم تشوفوا في النقاش نتاعي رقيق. نحاول اني ندخله في شوية نتاع الماء ولا شوية نتاع الماء زهر، ونحاول اني يعني ندير شريط من جهة ونروح للجهة الاخرى. يعني الفيديو راه يفصل، يعني ندير خط ونزيد نروح للجهة الاخرى كما راكم تلاحظوا، يعني حتى نكمل كامل الحبة. البنات ما تخشنوش الحبة تاع المقروط نتاعكم. ومن بعد البنات كي تطيب راح تزيد تنتنفخ، ومن بعد ايضا يعني كي تتعسل هذوك الحبيبات نتاع السميد راح يزيدوا يتنفخوا في العسل. فوالا يعني لازم ديرهم شوية رقاق، مام في الكيسات يعني اذا درتهم خشان ما راحش يجيوكم في الكيسات. يعني البنات باش تجيكم الخدمة تاعكم متقونة لازم تحطوا ولا تحربشوا كامل الحربوش تاعكم، تقطعوهم تسويوهم جيدا وتغطيهم تغطيوهم عفوا بان ساشي اليمونتير هكا باش ما يقيسهمش الهواء، ومن بعد باش تولوا تنقشوا فيهم هكا الخدمة تاعكم راح تجي مفينية، ومام نتوما ما تحسوش بالتعب. فوالا هاي ليكم البنات كيفاش نقشناها. الان نديروهم في سنيوه ويعني نطيبوهم مباشره، ما خليوهوش يرتاح على درجه حراره 180 درجه، ولازم ومن المستحسن انه الفرن تاعكم يكون يشعل من الفوق ومن التحت، يعني دفعه واحده هكا باش يطيب لنا مليح. والبنات لازم يعني ما تحمروهش بزاف بزاف، لانه من بعد مع العسل راح يزيد ياخذ لون. هاليكم البنات المقروط نتاعي بعد ما عسلته ودرته في الكيسات وزينته هكايا بشويه نتاع البيستاش، يجي من اروع ما يكون، يجي ما شاء الله. بالنسبه للبنات يعني للطريقه وللوصفه وكامل النصائح وكيفاش تعسلوه وكيفاش تطيبوه راح نخليكم الرابط نتاع الفيديو في صندوق الوصف، راح تصيبوا الوصفه بالتفصيل المهم. يعني زبون نتاعي حبيتوه بهذا الشكل، وانا كنت ديجا شاركته معاكم يعني شكل مقروطه، يعني مقروط عادي. فوالا هذا المقروط يطيب في الكوشه وتحسوه كانه طايب في المقلاه من الهشاشه تاعو ويجي يذوب في الفم. نسيت البنات ما خبرتكمش على طريقه كيفاش تعسلوا المقروط تاعكم. يعني المقروط مباشره تخرجوه من الفرن وهو ساخن، تدخلوه في العسل اللي يكون دافي او بدرجه حراره الغرفه. لازم المقروط تاعكم يكون سخون والعسل يكون بارد، واتونسيو يتكسر لكم وهو سخون لانه المقروط تاعنا بزاف هشيش لازم تسيسوه. اذا البنات وصلنا نهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها وتنجحوا فيها. ما بقى لي غير نقول لكم ابقوا على خير.